نشرة والأخبار، أهلا بكم. بداية، أكد وزير الطاقة رئيس ندوة البلدان المصدرة للنفط أوبيب محمد عرقاب من فيينا أمس أن الدول الأعضاء اتفقوا عقب الاجتماع الوزاري الثامن لمنظمة أوبيب خارج أوبيب، اتفقوا على مواصلة متابعة تطورات سوق البترول وانعكاسات وباء فيروس كورونا بعد عدم التوصل إلى اجتماع حول اعتماد تخفيض إضافي جديد للإنتاج. كما تم الاتفاق أيضا على الإبقاء على إطار الحوار والتشاور حول إعلان التعاون الوارد في اتفاق 10 ديسمبر 2016 خاصة للجنة المشتركة. اتصال مستمر ونتباحث يوميا حول التفاعل السوق البترولي في الأيام القليلة القادمة. راح نبقى نراقب السوق، نعمل مونيتورينج للسوق، راح نشوف تفاعلات السوق البترولية مع مدى انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم وتأثيراته حول السوق بصفة عامة الاقتصادية وكذلك البترولية بصفة خاصة. هذا وسجلت أمس أسعار النفط تراجعاً ب1% بفعل تأجج المخاوف حيال الطلب العالمي على الخام والنمو الاقتصادي في ظل تفشي فيروس كورونا. وكان خام برنت قد انخفض بنسبة 7.10% مسجلاً 46.44 دولاراً للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ليسجل 42.30 دولاراً للبرميل. وفي موضوع انتشار فيروس كورونا دائما، قالت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بالعدوى في العالم تخطى حاجز 100,000 مصاب، وبلغ عدد المتوفين 3,500، وهذا في 92 دولة. كما أعلنت المنظمة أن هناك 20 لقاحا لمكافحة كورونا قيد التطوير حاليا. يتزامن هذا مع اكتشافات جديدة لحالات الإصابة بالعدوى، حيث تم إحصاء 21 مصابا على متن باخرة أمريكية قرب سواحل كاليفورنيا. وبالجزائر، أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها اليوم تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا، حيث تنتمي الحالتان إلى العائلة نفسها بالبليدة، وبهذا يكون قد وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 19 حالة. هذا وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد قد أعلن أمس خلال حصة خاصة للتلفزيون الجزائري توفير كافة التدابير الوقائية اللازمة، مؤكدا التزام الوزارة بتقديم المعلومة الصحيحة والآنية للمواطن. وإحنا عندنا في الوزارة كل يومين عندنا كوميتي دفاي باش نشوفوا الوضع. احنا خذينا يقول لك دكتور فورال كل الوسائل مع لا ديريكسيون لا كومونيكاسيون دي زافيشاج في لي وراح نديروهم عن قريب في لي بوس في الترام، افيشاج في لي زايروبور دي سبوت دي اس ام اس. هذه كل وسائل هذه اللي مستعملة عبر العالم كله راه احنا دايرينها باش نبهوا المواطنين باش نعطيو لهم الصورة الحقيقية. وان شاء الله حتى في دي كونفرنس دو بريس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوزارة والدكتور فورار عدة مرات أو هو يتكلم نحاول كل مرة نعطيه الحقيقة، ولا إذا كانت أي مناسبة نهضر بكل صراحة للمواطنين نقول لهم الواقع كيف راه الحل. نبقى في مجال الصحة، حيث تعزز قطاع الصحة بولاية أدرار بمركز جديد للطب الإشعاعي يتوفر على إمكانات وأجهزة حديثة في مكافحة السرطان، الأمر الذي قلل من معاناة المرضى في التنقل إلى الشمال بحثا عن العلاج. يونس لك حديب. 5 أشهر منذ افتتاح مركز مكافحة السرطان بولاية أدرار، مدة كانت كافية لإحصاء والتكفل بجميع مرضى الولاية، لتدخل اليوم مصلحة والعلاج الإشعاعي الخدمة لتغني المرضى عن التنقل لولاية الشمال. ما نقلقش عنا بزاف، كيما أنا نروح منا نروح عندي 21 ميل تاع الطيارة، إذا كي نمشي وحدي عندي 2 ملايين و100، نزيد تما ندير سكانير ولا ندير سا ديبون 2 ملايين ولا 3 مع الترونسبور، وهذه تلقى روحك جايب 9 ملايين 10 ملايين. مي دروك الحمد لله ما
بقى حتى شي مشكل، نسكن غير هنا كاع مكتب هذا، نختصر لك مكتب هذا الجنوب ككل ماشي الا ولايه اضرار. كل واحد يكون مريض شويه يمشي لفوق، يمشي للجزائر ولا يمشي لوهران ولا يمشي لقردايه ولا درك. من حين كان المستشفى تبارك الله التعييرات كلها موجوده فيه هنا، والمرضى الحالات اللي خطيره بدات تعالج فيه هنا. مصحة وإن كانت حديثة النشأة إلا أن معداتها كاملة ومن أحدث الأجهزة عالميا كهذا الجهاز المقطعي المحاكي، كما تحتوي أيضا على 3 مسرعات خطية. ما يخفاكمش باللي كانوا يقومون يعني بالفحوصات على مستوى ولاية باتنا، ولاية وهران، ولاية الجزائر العاصمة، ولكن الحمد لله اليوم يعني باش نشوفوا بفضل يعني المجهودات نتاع الدولة يعني انطلقنا في العلاج المصابين بالسرطان يعني بما يسمى بالراديوثيرابي. الطاقم الطبي الذي يسهر على خدمة المرضى والذي يقارب 290% منهم شباب. هنا كلنا كطاقم شاب من مختلف المناطق لخدمة المواطن، علما أنه هذه المصلحة مجهزة بأجهزة متطورة ستتكفل بجميع المرضى القادمون من الجنوب الكبير. بهذا يكون مركز مكافحة السرطان بولاية أضرار قطبا طبيا بجنوبنا الكبير. تتجه المؤسسات بشكل ملحوظ إلى إدارة حقائب المشاريع لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وهبة ملاوي واحدة من بين 800 مسير لمحافظ كبرى المشاريع عالميا، والثانية بعد رجلين في المغرب العربي، مسيرة مشرفة ومتميزة نتعرف عليها أكثر في هذا البورتري مع آية دحو. حاملة لأعلى شهادة على المستوى الدولي لتسيير كبرى محافظ المشاريع، هي الوحيدة على المستوى الوطني والثالثة بعد رجلين في المغرب العربي، كما تم تعيينها مؤخرا عضوا حكما في اللجنة الدولية لتحكيم وتقييم مكاتب إدارة المشاريع سنة 2020. كنت متيقنة أن المشكل في الجزائر ليس فقط تسيير المشاريع، بل هو تسيير حافظات المشاريع، مثلا مشاكل الحفر المستمر فرضا، يعني ممكن هذا أي مواطن جزائري يلاحظ هذا الأمر مثلا. هذا ناجم يعني مش أنه الناس مثلا ماش حابة تشتغل ولا تعاود ولا، لأنه ما فيش دراسة للترابط بين المشاريع. مجال تسيير محافظ كبرى المشاريع مجال يحمل نظرة جديدة ويحقق خطوات ثابتة. هناك وضع أولويات، هناك متابعة وتتبع، هناك تسيير مخاطر، يعني هناك عدة مجالات من الحوكمة ومن التسيير الاستراتيجي التي تجعلنا نستعمل الموارد بطريقة صحيحة. مشاريع عديدة في الأفق تحمل أجندة وهيبة ملاوي المستقبلية. نقل المعرفة، مواصلة في التعلم، الإنسان من المهدي إلى اللحدي. الجانب الآخر أنه مساهمة في تسيير المشاريع ومساهمة في نشر الوعي على مستويات عليا. إن ابنتي وهيبة قد حققت لي ما كنت أتمناه لها ولأخيها وأخواتها. الإصرار على النجاح والبحث المتواصل كلها مفاتيح مكنت وهيبة لتكون خير خلف لخير سلف. في المشهد الثقافي نظمت بولاية وادي سوف ندوة فكرية حول الإرث العلمي لشيخ المؤرخين الجزائريين أبي القاسم سعد الله الذي يعد مرجعا للفكر المستنير في بلادنا. سمية مزوار. تعرف مدينة كمار بوادي سوف بمشايخها وأعلامها الأجلاء الذين ساهموا بمؤلفاتهم في إثراء المكتبة الوطنية الجزائرية. أبو القاسم سعد الله سليل مدينة كمار، صاحب المسار والأعمال والأبحاث، أبرزها موسوعة تاريخ الجزائر الثقافي الصادرة في شكل 9 مؤلفات. تمكن من أن يصل إلى قمة المجد في الميدان الثقافي، وأصبح مرجعاً بالنسبة للعلماء الجزائريين والعرب ثم الأجانب. وللوقوف عند إسهامات شيخ المؤرخين الجزائريين في كتابة التاريخ، نظمت بالوادي ندوة فكرية تطرق فيها المشاركون لعديد المحاور. يستطيع الباحثون الجزائريون أو كل المشتغلين على تاريخ الجزائر أن يعتمد على منهجه وعلى طريقته في البحث التاريخي. ركزت في مقالتي على طبيعة الكتابة عند الشيخ من جهة، وعلى
الآراء التي كان يستند إليها، خاصة لما كان يكتفي المجلة وهو طالب بالدرجة الأولى. ونعرف بأن الشيخ بدأ مسيرته التاريخية الكتابية كصحفي وككاتب في بعض الإسلام. عاش أبو القاسم سعد الله للعلم وبالعلم طيلة حياته، تاركا إرثا تاريخيا وثقافيا وفكرا مستنيرا أبقاه حيا بين الدارسين والباحثين. نختم بأخبار الرياضة. تستكمل اليوم الجولة 21 للرابطة المحترفة الأولى، ويأتي البرنامج على الشكل التالي: نصر حسين داي شباب قسنطينة، نجم مقرى جمعية عين مليلة، مولودية وهران، شبيبة الصاورة، وهي المباراة المنقولة مباشرة ابتداء من الساعة 4 مساء على القناة الثانية كانال ألجيري، نادي بارادو اتحاد الجزائر، وهي المقابلة التي تشاهدونها بدءا من الساعة 4 بعد الزوال على قناتي الأرضية والرابعة الناطقة بالأمازيغية. أما عن لقاء أولمبي شلف شباب بلوزداد فيلعب دون جمهور، هذا وكان وفاق سطيف قد ارتقى إلى المركز الثاني مؤقتا بعد فوزه ببسكرة على الاتحاد المحلي بهدفين دون رد، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها الملاحق الآخر شبيبة القبائل على اتحاد بلعباس، في حين فاز أهل برج بوعريريج بثلاثية نظيفة على مولودية الجزائر. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، وللتواصل معنا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. إلى اللقاء.